لسه بنكمل معاكم فقراتنا في نهارك سعيد، وخلونا نتكلم في الوقت ده تحديدا اللي احنا في انتظار فيه الرئيس القادم. هناك اصوات كثيره بتعلو فين ايام عبد الناصر. في مجموعه كبيره من مش عايزه اقول عددهم يعني، بس في مجموعه من الناصريين المتحمسين جدا لفكره عبد الناصر والحلم الناصري، وان كان في بعض الناس برضو شايفه انه هناك مآخذ كثيره على الحقبه الناصريه. بعيد عن كل ده، بس في نفس الوقت ده تم افتتاح امبارح متحف لمقتنيات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اللي كان يعني يمكن اسمه من اكثر الرؤساء اللي تم تخليده على مستوى الافريقي وعلى مستوى الدول العربيه. امبارح في مبنى دار الكتب باب الخلق، وزير الثقافه الدكتور زين عبد الهادي افتتحوا زي ما قلت متحف جمال عبد الناصر بحضور ابنائه اللي هم دكتوره هدى عبد الناصر، السيده منى عبد الناصر، والسيد عبد الحكيم عبد الناصر. تعالوا نعرف بقى تفاصيل اكثر عن ما هي المقتنيات، ما هي المحتويات الموجوده داخل هذا المتحف، من ضيفنا اللي بيشرفنا في الاستوديو الاستاذ اسامه التلباني مدير معمل الترميم بدار الكتب باب الخلق. نهارك سعيد يا فندم. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح النور. منورنا. الله يخليك. مبروك اولا واخيرا على المعرض او المتحف بمعنى اصح. واستغرق قد ايه العمل لغايه لما وصلتوا ان كنتوا امبارح عملتوا الافتتاح الجميل ده؟ هو بالنسبة للعمل طبعا بتاع المقتنيات طبعا خدناها على مرحلتين. طبعا الكلام ده نزل في جرايد كتير وكله، بدأنا جزء ناخده من ولاد الزعيم، وطبعا اللي جابت لنا الجزء الكبير منه كانت الدكتورة هدى. في جزء تاني كان موجود بملحق خارج البيت، كان برضو مخزنين فيه جزء من المقتنيات، أخدناه برضو واشتغلنا فيه. بقنا شغالين حوالي 3 سنين وشوية في موضوع الترميم. ترميم المقتنيات. المقتنيات كلها، اللي هو طبعا مقتنياته يعني بتبقى قلادات وهدايا بجانب الحاجات الشخصية بتاعته. طب احنا من 3 سنين كنا سمعنا ان هو المفروض ان احنا هنعمل البيت بيته نفسه متحف. وده مشروع فعلا كان مع يعني بيجهزوا ليه، وكان ليه لجنة كبيرة وكده. بس يعني انا يعني ما عنديش خلفية بالظبط هل اللجنة دي يعني هل في حاجة بالنسبة لهم علشان صيانة البيت من جوه وترميمه بالكامل عشان يجهز انه يكون متحف او لا، ده ما عنديش خلفية بالنسبة له. تمام. لكن طبعا هو تجهيز البيت بيت بسيط جدا. طبعا لو جهز وبقى يعني في وضع استعداد لاستقبال مقتنياته، نعم، هيبقى شيء رائع. طيب. لان موجود جواه طبعا مكتبه، اوضة نومه، غرفة صالونه، صالون استقبال الزوار، شيء طبعا بيحس حتى لما بتخش جوه بتحس كده بشعور غير عادي انك موجود في بيت زعيم، مش اي زعيم يعني. تمام. زعيم للامه العربيه دي بيبقى لها رونق ثاني. انا حسيت بنفس الشعور ده. تمام. طب انا عايزه اسال يعني، اما اتكلم على التفاصيل الاكثر عن المتحف، بس انا هرجع لخطوه بدائيه شويه. احنا عندنا انطباع، وانا عندي انطباع ان لما اتكلم على ترميم انا بتكلم على حاجه من الاف السنين، بتكلم على حاجات ضخمه يعني. فلما اتكلم على هدوم وقلادات وترميم بحس ان انا اكيد مش فاهمه حاجه. هنتكلم في هنقول في 40 50 60 سنه. أوه. مفيش مشكله. كلامك مظبوط. لما بنتكلم على ترميم يعني بيبقى منوط بيه فعلا حاجه قديمه او عدى عليها فترات زمنيه طويله. وهو في الاساس يعني شغل معمل الترميم اللي هو ترميم المخطوطات. طبعا بقى الاف السنوات بقى اكيد يعني. طبعا والمخطوطات طبعا بيبقى لها وضع تاني على اساس ان هي يعني بتبقى اوعيه ورقيه، بيبقى في منها يعني بردي او رق، بتبقى يعني كذا نوع مختلف. وده كلامك مظبوط، بتبقى طبعا بقالها فترات زمنيه طويله، وطبعا سوء التخزين بيأثر عليها سواء نتيجه ان تتخزن في اماكن سيئه او لا، او حتى الاصابات وحتى الاصابات الحشريه بتأثر عليها درجه عاليه جدا. لكن هنتكلم على مقتنيات الزعيم، انا ما ببصلهاش على انها بقالها 50 سنه او بقالها يعني الاف السنين ان هي تساوي نفس القيمه. لا مش بتكلم عن قيمة، بتكلم عن فكرة الترميم يعني. ما هو فكرة الترميم ما انا هاجل حضرتك في الإجابة، لكن هي بتمس ككيان لزعيم. فدي قيمتها جاية من هنا. نعم. يعني فلكن لما بنبدأ لعمليات طبعا الترميم بتاعتها طبعا برضو في فترة بعد وفاة الزعيم طبعا اللي يعني لما كانوا بياخدوا الحاجة الشخصية بتاعته أكيد كانوا بيحطوها في أوضة، طبعا ما عندهمش يعني حتى لو أبناء عبد الناصر ما عندهمش طبعا الخلفية اللي ازاي مثلا الحاجات دي أحطها، عايزه اوضه مثلا مجهزه او كده، فطبعا بتصاب ببعض الاضرار المقتنيات دهيا. وطبعا حتى هي لما جابتها لنا امبارح وهي في الافتتاح طبعا هي ما كانتش مصدقه، ويمكن اشادت بالعمليه دي قدام الصحافه كلها ان طبعا هي عارفه سلمتها لنا ازاي، ولما شافتها في العرض المتحفي طبعا
شافتها على وضع تاني خالص. سوق التخزين هو اللي يعني اللي بتحتاجه اكيد تقلق. طبعاً اكيد طبعاً. حضرتك احنا كم قطعة يعني من مقتنيات جمال عبد الناصر، وفي نفس الوقت ايه هم يعني بالنسبة في العقد المتحفي؟ في العقد المتحفي انا طبعاً عندي قطع كتير، لكن احنا استكفينا في العقد المتحفي ده هوت بحوالي 49 قطعة داخل الفتالين مقفولة، وثلاث قطع طبعا عشان كبار ما بيتحطوش جوه فتالين، عبارة عن تمثالين، تمثال نصفي للزعيم الراحل، وتمثال للمثال جمال السجيني، وسجادة عليها صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر منسوجة طبعا. الباقي بقى عبارة عن ايه؟ الباقي عبارة يعني لو شفنا في صاله العقد المتحفي هنلاقي الفاترينا الاولى بتمس كل حاجاته الشخصيه، نعم، مصحفه، الراديو بتاعه، نظارته، ولعته، مبسم بتاعه، نظاره الميدان بتاعته، النوتس بتاعته وهو ظابط وهو بيسلم الطبنجه بتاعته وبيستلمها كعقده، فوجئنا امبارح بحاجه طبعا من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل وتربك اي حد وقت العقد المتحفي. دكتورة هدى عبد الناصر قبل الافتتاح بحوالي ساعه، عظيم، داخله معاها دبلتين الخطوبه، دبلتين الجواز، الله، ومعاها مصحف ومصحف جوه ميداليه حطاهم في جيب الزعيم، وهي كانت قالت بعد ان كان الزعيم هيتعرض لحادث اغتيال او كده، من بعديها حطت الحاجات دي في جيبه على طول، ما شالهاش الا في اخر حياته كانوا موجودين المصحف ده والدبلتين وظرف من زوجة الزعيم مكتوب عليه الحاجات دي، ان فضلت في جيب الزعيم لغايه تاريخ معين، بس انا ما خدتش بالي من تاريخه، ومدون على الظرف ومكتوب بخط يد مدام تحيه. حضرتك جايب لنا شويه صور النهارده ممكن نشوفها مع بعض؟ موجوده حضرتك ان شاء الله وتتفرجوا عليها. دول الدبلتين، دول الدبلتين، ده المصحف الصغير اللي مفتوح ده واللي مكتوب من فوق في ورقه بيضه صغيره، اللي هو على اليمين في مصحفين الكبير، ده لا مش اللي فوق الكبير اللي هو المفتوح الصغير، لا 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 ده هو عشان الكاميرا بس، جنب العلبه، اللي جنب العلبه اللي على اليمين ومكتوب فيه طالع منه ورقه صغيره بخط الزعيم، كان في ورقه مكتوب عليها لا اله الا الله، وورقه تانية مكتوب عليها محمد رسول الله. فالورقه اللي موجوده والموجوده بس اللي مكتوب عليها محمد رسول الله، المصحف الصغير اللي على اليمين، تمام، علبه الدبل زي اللي احنا شايفينها قدامنا، دبل عاديه خالص موجوده، الكتينه الصغيره اللي في ما بين المصحف وعلبه الدبل، وطبعا كان لازم نحط دول جوه العقد المتحفي، وكانت عامله مشكله طبعا، لازم بستعين بافراد الامن المسؤولين عن الفترين عشان لازم يفتحوا، وكانت من مفاجآت العقد المتحفي ان ولازم هتكتب ليبلز صغير يتحط للناس، الكلام ده كله الحمد لله تم يمكن في خلال نص ساعه، وحطيناهم جوه الفترين حتى هي ذهلت ان تتحط الحاجات بسرعه العاليه دي. طبعا وفي كان في ملابس كمان، اكيد طبعا اكيد طبعا في ملابس عنده كتير، عنده مثلا، لا انا عارفه انه كان عنده كتير ملابس لا 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 ما اقصدش عنده كتير او اللي عندي انا كتير اللي جالي كتير انا، بس قصدي انه هو كان في المتحف يعني حطيت حاجات، حطيت له في فاترينا بس حطيت فيها طبعا نماذج صغيره، طبعا هو الشهاده يعني للزعيم، لانه فعلا يستحق ان يتقال عليه زعيم بعد ما شفت انا الحاجه دي ودخلت بيته، لان الزعيم فعلا بتبقى قيمه ما بتبقاش كلام، نعم، ملابسه عاديه جدا، صناعه مصريه كلها، مش قادر اوصف لك، حاسس بشعور غريب لما بكلمك على الحاجه دي، ان زعيم كبير زيك زي اي بني ادم عادي، ما بيلبس اكتر من اللي احنا بنلبسه، تمام طبعا حاطط له بدله يعني السفاري بتاعته، طبعا بيبقى فيه شعور طبعا، يعني هتلمسيها اكتر لو وقفتي ومسكت الحاجه دي بايدك، هتحسي بشعور غريب من جواكي، يعني ما تقدريش توصفيه، انا ما اقدرش اوصفه. حضرتك جايب لنا صور تانية؟ في صور طبعا صور النهارده مش واخدين بالنا، اهي دي الملابس، دي البدله السفاري اللي كان بيلبسها الرئيس في الصيف. بدله السفاري انا مش شايفه بس انا جايب الجاكيت اللي فوق من غير يعني كان الجاكيت بس لوحده عشان البنطلون، البيجامه مصريه عاديه مكتوبه من اشهر المحلات المصريه بتاعت حسين جنيدي، هتلاقي موجود عليها الليبلز، الشراب بتاعه، الشوز طبعا، وكان الشوز برضو من الحاجات اللي يعني الحاجات دي كانت جايه في حاله رصه جدا، حتى الجلود يعني مشقشقه طبعا صلبت وحصل بقى خدت مراحل في المعالجات والتطريه لغايه لما ظهرت بالكيان ده هوت في قلب
العرض المتحفي. ايه اكتر حاجه لفتت نظرك غير انه الحاجات صناعه مصريه؟ يعني بصراحه اصلا يعني كان يبقى مخزل جدا ان عبد الناصر وهنعمل من الابره للصاروخ ويبقى بيلبس في الاخر مثلا لا 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 لا. حاجه فرنساوي لا وكان يرفض يعني اللي عرفته انه كان بيرفض انه كان يلبس اي حاجه كان هيبقى غير متسق تماما يعني ده اللي انا عرفته من اولاده او من دكتور ما كانش ينفع بقى ده كان بيشتغل صناعه مصريه فلا يصنع هو اساسا كان في حاجه ثانيه غير الصناعه المصريه لا بس حتى لو حد جاب له هدايا كزعيم او اي يعني ممكن انت يعني صحيح انا قريت ان في حاجات هدايا كانت من رؤساء اكيد طبعا موجوده بقى في طبعا إيه موجوده بقى. موجوده عندي سيوف ذهب موجوده عندي قلادات طبعا افريقيا مشهوره بالتحف العاجيه بتاعتهم يعني عندي مجموعه كبيره جدا من الانياب الافيال طبعا محطوطه في قلب ديزاينات وحاجات حلوه جميله جدا عظيم. هنشوف نموذج منهم في الفيترين ال ال الحاجات الفرعونيه طب ايه حضرتك بس تشرح لنا ده ايه تاني ده مصحف جاي في علبه خشب طبعا محطوط معمول الطبقه السطحيه بتاعته ب اللي هو الخشب الرقيق جدا عظيم فده جاي في اصابه رطوبه عاليه جدا حصل تعفن في جنب كبير من المصحف اللي هو الجنب الامامي وده قبل الترميم يعني اللي احنا ده قبل الترميم ده وقت التشغيل كمان يعني ده بعد ما تعقم وتنظف ده احنا كده في التشغيل في وقت الترميم وطبعا الجزء اللي متدمر هتشوفيه اكتر اللي هو الجزء اللي على يمين الشاشه الجزء الابيض ده الحرف بتاعه طبعا بتبقى معاكي طبعا ان لازم احاول اوفق الخامه الطبيعيه مع نفس الحاجه دي وقت الترميم تمام. على اساس ان برضو ما تبقاش يعني معموله حاجه شاذه يعني تسحب عين الانسان وهو بيتفرج هل المواد اللي بتستخدم في ترميم حاجات زي كده بقالها 50 60 سنه هل نفس المواد ممكن تكون بتستخدم في ترميم حاجات من 7000 سنه مثلا ولا لا هو حضرتك بنحاول مواد ثانيه بتبقى عمليات الترميم ان بنستخدم مواد يسهل يعني استرجاعها مره اخرى يعني اقدر استخدم مواد لواصق مثلا لو بستخدمها وبحطها يمكن استرجاعها يعني ممكن ازيلها بسهوله كويس وممكن يعني اتعامل مع المواد المضافه ان اقدر اشيلها واحطها بسهوله هي بتبقى التقنيه في ايه حضرتك ان احاول قدر المستطاع ان اوصل لمرحله تكاد تكون قريبه جدا من الطبيعه اللي عليها المقتنى نفسه تمام فهي دي اللي بتبقى شغل شاغل المرمم ان بيبقى مركز كل جهده وتفكيره ان ازاي يوصل ان يخلي الحاجه دي قريبه جدا من الاصل اللي موجود عنده حلوة. يعني ساعات بتجيلي حاجه مفقود منها 90% اذا انت بتبنيها بتعمل حاجه ثانيه يعني جالي مثلا علبه مصحف من ضمن مقتنيات على الزعيم الراحل معموله كلها على زخرفه باليد وما كانش عندي متبقي غير يعني 20% او 25% من اجمالي الزخرفه وكده حلو بس وحضرتك بتتكلم كده انا شايفه ان معظم المتحف كده مصاحف يعني مع كل طبعا احترامنا مش مصاحف لا 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 بس حضرتك ذكرت 16 متحف لا 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 قلادات لا 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 قلادات وما بقول لحضرتك قلادات يعني هنشوفها في عينه من القلادات موجوده عندنا في الفاترين السيوف والخناجر الدروع كان بيقدم من الزعيم ده كل ده موجود في المتحف يعني موجود في المتحف ده اللي موجود كمان نماذج يعني في عندي ده ان شاء الله لو تم فيه حدث تغيير بعد فتره للعرض المتحفي ان شاء الله هينزل حاجات تانية غير اللي موجوده يعني هينزل ملابس تانية هينزل دروع تانية هدايا تانية طبعا اللي كان بيتقدم له هدايا يعني في فاترينه من الفاترين اللي كان لسه جايبينها دلوقتي فيها وثيقه مكتوبه بالدم اللي كانت موجوده بالدم كان عمال مصر وطبعا كان ساعتها الثوره ليها فرحه وكده كان ابسط حاجه يعملوها للزعيم ان كانوا يكتبوا وثيقه بالدم استاذ اسامه انت شوقتنا واكيد شوقت مشاهدي نايل لايف ان هم يشوفوا الحاجات دي هل المتحف ده فتح للجمهور ولا احلى ولا طبعا هيتاح طبعا للجمهور يعني طب مين اللي كان موجود امبارح في الافتتاح غير اولاده يعني غير اولاده والوزير ووزير الثقافه كان في ناس ثانيه غير كان في ناس كتيره جدا طبعا هل دعوتوا مثلا سفراء يعني على ما اعتقد بلاد العربيه على ما اعتقد بس انا يعني في الوقت اللي كنت بهتم فيه في الاعداد كنت مركز في موضوع الترميم يعني كان كل اهتمامي يعني النجاح الفني للمعمل نفسه للمتحف نفسه افتتاح مثلا متحف فكان كل شغل الشاغل حتى وقت الافتتاح كان برضه شغل الشاغل اني افهم يعني سياده الوزير او اشرح له تمام ايه اللي حصل لا يعني
الدوره اللي احنا حاطينها بتاعت العرض المتحفي شكلها عامل ازاي. طبعا فكان دي من الحاجات اللي شغلاني جدا فما خلانيش للاسف يعني اني اتطرق لحاجات متخيلين. طبعا ربنا يقويك في اللي جاي كمان يعني احنا طبعا نتمنى ان يبقى في ترميمات جديده، بس برضو عايز اكد ان افتتاح متحف زي ده في الوقت ده كان يخلينا لو دعينا مثلا السفراء الافارقه واحنا بنتكلم عندنا مشاكل مع حوض النيل واهميه عبد الناصر لافريقيا وكده كان ممكن طبعاً نقدر نستغله. ما اعرفش احنا بنعرف نخطط اصلا في الحاجات اللي زي دي وبنعمل كده ولا لا؟ الله اعلم. طبعا اكيد طبعا، بس يعني ممكن يكون في مثلا او تمت الدعوه فعلا وما حصلش مثلا حد، لان اكيد طبعا حاجه ثقافيه زي كده على ما اعتقد طبعا اكيد لازم تم التوجيه. طب سؤال اخير بعد اذن سيادتك، حضرتك مدير معمل التصميم بمكتبه باب الخلق بدار، ايه الحاجات المستقبليه ان كنتوا هيبقى فيها ترميم تاني غير موضوع المقتنيات جمال عبد الناصر؟ انا شغلي الرئيسي اصلا كمرمم ترميم المخطوطات. تمام. يعني انا مرمم المخطوطات مصر طبعا. في اي مخطوطات؟ مخطوطات كلها في جمهورية مصر العربية. احنا عندنا يعني كم زاخر من التراث الانساني. طب هستأذنك، المبنى اللي اتحرق في ميدان التحرير ده او المجمع العلمي، هل في جالكم مخطوطات من المخطوطات دي؟ مش حكاية جالنا مخطوطات، لا في مدونات مكتوبة بال، بس معظم الحاجات اللي عثر عليها نقلت لدار الكتب. انا عارفة حضرتك مخطوطات هو بخطة باليد، يعني اللي بيتقال على مخطوطة اللي هو اللي كتب بالإيد، لأن كان لسه ما فيش نهضة الطباعة والكلام ده طبعا. تمام. فطبعا في يعني أوراق أو تجمعات ورقية مكتوبة باليد. تمام. بس في طبعا جزء منها متضمن تدوين. هو سؤاله وأعتقد أنا هزود على سؤال أشرف، طمنا على الحاجات اللي كانت في المجمع العلمي وجات لكم. والله يعني ما اقدرش اطمنك يعني، لان انا رحت في اليوم اللي تم فيه الحريق وفضلت يمكن انا والدكتور زين قاعدين سهرانين لغايه الصبح لغايه لما قدرنا ناخد اكبر كم في حوالي 6 عربيات كبار عشان نوديه المبنى عندنا هناك. والحاجات شيء يحزن التراث طبعا، الانسان اللي ملوش تراث يعني، انا اعرف دول بتبني لها متاحف وبتشتري لها حاجات عشان تعمل لها تراث وحضاره. ده صحيح، ده صحيح. تخيلي بلدنا لما موجوده في كل ركن فيها تراث. تمام. طبعا متخيلين. فطبعا يعني مصر تنفع تكون متحف كبير. واول والمواطن كلها. بس الاهم من التراث كمان المواطن المصري برضه. اكيد طبعا. يعني لا المواطن المصري بس ما يبقاش حزناء قيمه يعني. المواطن المصري بتبقى في بلده، ومصر عظيمه. والانسان لما بيقول انا مصري بيفخر بحاجه واحده انه فعلا ابن حضاره. صحيح. فصدقيني هو مصري في الوقت ده لانه ابن حضاره كبيره جدا بتدي له كل قيمه. نعم. عمره ما هتقل قيمته في اي حته لان حضارته كبيره. استاذ اسامه خلوني بس اقول ان كل الاحترام والتقدير للسيده منى وهدى وعبد الحكيم جمال عبد الناصر ان هم ما بخلوش بالمقتنيات الخاصه بوالدهم واعطائها لمصر عشان تفخر بيها. اكيد طبعا. يعني ده حاجه نقطه مهمه جدا ان احنا نقولها جدا، نوجه لهم الشكر طبعا لانه فعلا وما بيخلوش بكل الحاجه اللي عندهم جابوها، وفي حاجات لسه تانية وعدوكم هدى وعدتنا انها تيجي وبالذات الوثائق. تمام. الاستاذ اسامه التلباني مدير معمل الترميم بمكتبه باب الخلق بدار الكتب، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لمجهوداتكم. شكرا لزوركم طبعا، ونتمنى ان يكون في لقاء ده بتمناه من القناه بتاعتكم، ان يكون في بث مباشر من هناك هيبقى قدام الجمهور ليه وقدام الشعب المصري ليه رونق ثاني خالص. نتمنى. وهيبقى جميل جدا ونستنى تشرفكم في اي وقت. ميرسي حضرتك يا استاذ اسامه، ولسه كان معاكم فقراتنا في نهارك سعيد، خليكم معانا بعد الفاصل اللي جاي.